تواصل القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بأسوان فعاليتها بقرى ونجوع المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وانطلقت القافلة بمنطقة الكسارة بقرية الجزيرة، وذلك من خلال 10 عيادات متنقلة للكشف على المرضى من أبناء القرية وتقديم الكشف والعلاج بالمجان. وعبر أبناء القرية عن سعادتهم بوجود هذه الفرق الطبية المتخصصة، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح هذه القوافل بالمجان. نكشف على أهلينا في قرية الجزيرة إدارة أسوان، كشف وتحاليل وأشعة كله بالمجان طبعا، حتى العلاج بالمجان، ومعنا طبعا رخصة تحويل لمستشفيات المديرية على نفقة الدولة. القافلة دي بتخدم حوالي 10 تخصصات مختلفة في مختلف المجالات، مش بتقتصر معانا على العلاج المجاني فقط، في كشف، في أدوية بتطلع مجاني، بنتابع مع العيان لحد ما يوصل لو محتاج خدمة إضافية. بنساعد الناس سواء كان علاج بالمجان أو خلع، ولو أي حاجة صعبة، أي حاجة أدفانسد، بنحولها جراحة للمستشفى العام، والناس هنا مستريحة ومبسوطة لأن بنحاول نوفر لهم كل ما هو متاح بالنسبة للمبادرة.